على السادة المسافرين رفع الشنط أعلى السقف حفاظاً على سلامتكم. من كشك المراقبة إلى السيارة فيلوكس ميم جيم طه، أمر إقلاع رقم 560. ما فيش فكة. المرة دي بقى جايين ندور على وظيفة ميري، الناس دي متأخرة عنا قوي، لازم يعني يستفيدوا بخبراتنا. مش قادر يا جماعة، روحوني. روحوني يا شمع، عشان نمشي من هنا يا حبيبي يبقى لازم ندفع الحساب. أشيكو أنا بقالي 3 أيام قاعد على الكرسي ده. عايز إيه يا هشام؟ قلت لكم يا جماعة أول ما جينا هنا من 3 أيام نقعد بره، كان زماننا جرينا عادي، لكن أنتوا أصريتوا إن إحنا نخش جوه، هنجري إزاي بقى قدامها؟ حساب. اتفضل يا سيدي 16000 جنيه. هو انت مستعجله ليه؟ احنا لسه هنطلب حاجات يعني. شويه كده شويه. اكسكيوز مي، تتغدوا؟ ماشي. سوشي؟ سوشي سوشي، 3 سوشي كبير. دور لنا كده يا عم على اي وظائف خاليه تكون خاليه كده. في مطلوب بيبي سيتر لشخص اعمى. ازاي بيبي دي حاجه واعمى دي حاجه تانية خالص؟ ما هو غالبا البيبي اعمى. يا ساتر. لا حول ولا قوه. ومطلوب بائعه حسنه المظهر على شرط ان تكون محجبه. مشكله محجبه دي يعني. ايوه، هو ده الوسيط اللي كان في عربيتي قبل ما نسافر ولا ايه؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه، مش عارف. ده بنمسح بيه الازازه يا فهمي بقى. طب شوف كده شيكو في الايميل عندك يقول ردوا علينا في اي حاجه من اللي قدمنا فيها. انا كل شويه اشوف اهو يا عم الايميل عندي اهو، مفيش حاجه ردوا علينا. ايه ده؟ جالي انترفيو. وانا كمان جالي انترفيو. انا ما جاليش، بس هاجي معاكم طبعا. دي شركه مالتي ناشونال ولا ايه؟ لا يا معلم، ده الشهر العقاري. ايه؟ اشتغل في الشهر العقاري؟ لا يا عم. لا يا عم، ايه شغلانه حكومه مضمونه؟ انت عبيط ولا يا عم؟ ده طوابير وزحمه ورشاوي وموظفين ومواطنين وايه القرف ده؟ ايوه بس مصالح يا هشام، طلع منها مصالح. طب احنا هنخرج من هنا ازاي؟ بص، واحده واحده. ورايا ما حدش ينسى حاجه. بس ماشي على طراطيف صوابعنا ولا قشر بيت بقى. ماشي. سلام يا بريتس. يلا يلا، يمين ولا شمال ولا ايه؟ سد يا هشام بسرعه، دور فرق بسرعه. يلا حرك. ايه دي زوادي؟ ثلاثة انترفيو من فضلك. استنى هنا. موفقين جميعا ان شاء الله. قدموا المشيئة بس.
ده المكان كله أمامير ولا إيه؟ Excuse me, I should be beautiful for this shop. لا ولا حاجة. بقول لك لو عايزة تنجحي بقى افتحي الزوار اللي فوق. Open the button. مش دلوقتي فوق ولا دلوقتي. خلينا بس. أوكي. Chico. أيوة. Excuse me. ديك عرفتي الاسم بقى. I'm very happy to meet you very very much. What is your weakness point? My weakness point نقط ضعف يعني زي أي ولد طبعا الضرب تحت الحزام under the belt and also my work because I love my work very much وطبعا ضميري. What is your hobby? My hobby يعني إيه hobby مش عارف. Do you have any problem to work under my supervision? بالعكس I don't have any problem to work under my supervision. Thank you. على إيه بس؟ My name is Hisham and I am teamwork. My name is Hisham and I am teamwork. انت ليه مش كاتب teamwork عندك في السي في؟ اه جامد. خلي بالك بتفرق معاهم جامد هنا. انت مقدم على ايه؟ عشان انا مقدم تقدير رسوم فمش عايزين نخبط في بعض. عندك فكره السالري؟ هيبقى كام تقريبا؟ هو يقول لك السالري كام بعدين تيجي تقبض يقول لك لا ده كان جروس. انما النت حاجه تانية ان شاء الله هتقتلش انت خالص. هشام؟ ايوه. اوكي فرصه سعيده. ان شاء الله انا اللي هتقبل ان شاء الله. هلو. هلو. هاف ا سيت. ماي سي في. انكل محمد رشدي بيسلم على حضرتك. هو قال لي انه صاحب جوز حضرتك جدا. How are you? I am fine, thank you. I am work under pressure. I am workaholic. Do you have any degree? Yes, I have any degree. I am Tijara Arabic Ain Shams. I have Excel, Windows, PowerPoint, Ice Cube, WhatsApp, and I have a membership in Gold's Gym. Where do you work now? Now I am work team leader in Bustan Al Amal Cafe. Where do you see yourself in 5 years from now on? وانكل محمد قال لي ان حضرتك مش هتساليني كتير يعني ان احنا هنقعد ندردش شويه كده وخلاص ولا ايه؟ Thank you. I am thank you. هو ده انترفيو ولا كاستنج لمسلسل تركي؟ ها؟ تعرف اكسل؟ نو اكسل؟ يس. اكسل هو اهم حاجه هنا في الشغلانه الاكسل والوورد والباور رينجرز. وبتشتغل على الثلاثة تمام بس عاجبني انك مهتم بنفسك يعني شكلك هاند جوب صح؟ هاند ربنا يبارك لك اهو فهمي؟ ايوه How old are you? Thank you very much. Do you have any personal skills? ها؟ My name is Fahmi and I live in حدائق الأهرام. What is your expected salary? My name is Fahmi and I live in هضبة الأهرام. And how did you hear about us? My name is Fahmi and I live in هضبة الأهرام. بقول لك ايه؟ ثبتناهم ها؟ يا ابني الطفل المصري اذكى طفل في العالم. والله العظيم. كابتن محمد رشدي برضه عامل شغل بس جوز الست بتاعت الاتش ار ده صاحبه جدا. بجد والله عشان كده قبلونا بقى. وبكره يا جدعان عايزين بقى ايه؟ نبهرهم ها؟ شايف قدامي مش عارف وانا هنصحى كل يوم بدري كده الشهر العقاري ده ما فيهوش فتره ليليه نشتغل شيفت بالليل ولا حاجه مش عارف انا كمان شايف اوفر قوي البدل اللي احنا لابسينها على الشهر العقاري بس الحمد لله ان في اسانسير شايف بس يطلع بتاع المدير طب هنفطر ولا ايه ابو فهمي صباح الفل
رد السلام يا عم في مش فاهم. بعني ريادي تلفاز اوتشاكاوا. ها؟ تقول لك المدير عايزنا. عايزنا؟ تفتكر ترقية ولا إيه؟ ترقيتي عشان النهارده أول يوم. اكسكيوز مي، أنت اسمك رضوى؟ شكلها رضوى أوي صح؟ شكلها رضوى خالص. أوكي خلاص لا ولا حاجة. يا مدير. إيه يا بص؟ صباح الفل يا بص. صباح الفل يا حبي. Gentlemen, what is this? What time is it? You don't come to work at this time. Where have you been? في إيه يا معلم؟ إحنا معانا 8 الساعة لسه 9 وتلت. Completely unacceptable. ايوه حضرتك بس احنا سهرنا جامد امبارح في الشغل، امبارح انا اشتغلت من 8 ام لحد 8 بي ام. احنا اول يوم في الشغل لينا النهارده عشان احنا ما تقولوش بقى انت، انا هو مش حافظ الموظفين هنا اصلا. Unacceptable to come at this time. خلاص. We are sorry, we are very sorry. Last time. Last time. Last time. كنت عايز اقول لساعتك حاجه بما انه اول يوم لينا في الشغل هنا، هل في اخبار عن ترقيه قريب او حاجه؟ Salary increase. Bonus. Salary increase. For today, you will only receive half wages. ليه يا عم؟ ليه يا half wages؟ ده قصده ياخد نص يوم. ليه يا عم؟ حرام عليك يا عم. Enough. Shut up. أنا آسف يا سيدي. Come with me. حسبي الله ونعم الوكيل. اتفضل يا هشام. على الشارع ها؟ قول له بقى إن فهمي ما جاش لبسه أكتر. اتفضل صاحبي. Gentlemen, this is our financial director, Mr. Novak. المدير المالي. يا مستر نوفاك اي لاف يو اي لاف يو. هشام شيكو، فرصه عارمه يعني، انا مبسوط جدا يعني. انا عارف انتوا هنا بتقبضوا يوم واحد في الشهر، قبضنا احنا بقى يوم 23 زي الحكومه عندنا، ما تاخرلناش القبض وظبطنا مع الواد بتاع الخزن، اقول له ما يرخمش علينا. يتمنك كده. This is our IT director Mr. Polak. Polak IT. اهلا ازي حضرتك، عايز الباسورد بتاعت الواي فاي لو سمحت. انت قافل الموقع ولا ايه؟ سيبها؟ بديني بقى الاكونت بتاعك اخش منه. What time is it? Where have you been? You're late. Half day wages for you also. اتخصم منك نص يوم انت كمان. Let's continue gentlemen. داخل قدامه. عايز لابتوب انا ها؟ This is Christina. She's the office secretary. Gentlemen. هدي نفسك يا مدام، اصل احنا كلنا موضوعنا واحد. اتفضل، عايز ايه بسرعه؟ خلصني. جنتلمان موف. And these gentlemen are our employees. ده الشهر العقاري؟ بس احنا مش هنتعرف على حد تاني بقى، اللي عايز يتعرف علينا يجي لنا على المكتب. ايه ده جيكو؟ مالك يا لا؟ ايه اللي حصل؟ شو تي بوم؟ شو ما بيقول له زبرا سوس دواني بوما ودا شي. كاجدي ذا سوبر بوما بيز دوونا تك. يا عم قول لي اترفدت وخلاص، انت تقعد ترغي. اتفضل مع السلامه. خلاص اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه قطع الارزاق اللي على الصبح ده؟ ايه ماله؟ في ايه؟ اترفد يا سيدي. اترفد ليه؟ بقاله يومين ورا بعض ما بيجيش. يترفد عشان يومين ما يجيش؟ عارف ده انا كنت ناوي ما اجيش تاني اصلا. اللي حصل لجاكوب ده ممكن يحصل لاي واحد فينا يا اخوانا. ميتنج ميتنج هنا كله يجي. انا معاكم في الميتنج. بقول لكم ايه، نظام الشغل ده ما ينفعش. انتوا متساهلين جدا مع المواطنين. يعني ايه المواطن يجي يخلص حاجه خمس دقايق ويمشي؟ انا مش فاهم. وبعدين انا مش فاهم، هو الفراش دوره هنا يعمل قهوه وشاي بس؟ ما بيتجسسش على المدير ليه؟ مش فاهم. ما بيعرفناش هيكرر ايه ولا لا؟ مش فاهم. وازاي يا جماعه ما فيش تدرج وظيفي كده؟ ها فين الالقاب؟ فين يا نجم يا بص يا زعيم يا باشا للمدير؟ في ايه يا جماعه؟ بقول لكم ايه، من بكره في نظام تاني خالص في الشغل. Thank you.
فهمي وشيكو مسخنين الموظفين عليك. انا ما قلتلكش حاجه. فكرت لي سعادتك في موضوع الترقيه. ربنا يخلي لنا سعادتك. ثواني يا بيه، استمر ثواني. طيب نفتح مخنا بقى عشان المصلحه توضح. اوبن يور مايند. كل سنه وانت طيب يا باشا. يا عم يا رزوميم. سنه طيب يا باشا. يا عم يا رزوميم. انت بتعمل عبيط. طيب الورق ده ناقص يا بيه. ده بيبرز ار ماينس. اتكل على الله. Prosím, to je moja žiadosť. Prosím, to je moja žiadosť. Ma tistanna, ja ame, mis basalli. Warrini. Kaman warak noz, baad izzanne da kullu. Ja, ba, msara ni razumim. Še bas iskut. Apri, sunna, warba maak. Atta'ta qalbi, ajun, Allah al-Azim. Alhamdulillah, na kwaisa. Khair. مش فاهم قوي اللي انت بتقول. انت هشام اللي بعتك ها؟ ده محتاج شغل كتير قوي. معلش احنا بنقفل الساعة 4. الساعة دلوقتي 3:30. ايه ده؟ خليها تمورو عشان تبقى جاي من بدري بقى بكرة. عم فريد الفراش جاله الايدز فبنلم له عشان نعالجه احنا. فلو أي حاجة شكرا. بقول لك يا هشام عم فريد الفراش جاله الايدز فبنلم عشان نعالجه. مش هستنى عشان بلعب شيكو وبوكر بس خلص. طب هات اي فلوس ورا تعالى بالليل عشان بس نسخنهم يدفعوا قدامهم يعني؟ حط ايدك فاضيه في البتاع على طول. يا عيني انا اول واحد هدفع. ها؟ اوكي ربنا يبارك لك يا هشام يا رب. لا يا عم على ايه؟ ما تقولش بقى لحد. جاب لسه والله يا هشام دي لله كده. عم فريد الفراش جاله الايدز ونلمله عشان نعالجه. يا ابني بتعمل ايه؟ دي دفعت قبل كده. دي انت بتعمل ايه؟ عشان بتبوظها لي كان هتدفع تاني يا هشام. انت حمار. امشي حمار. الفلوس دي لا رايحه لجون ولا رايحه لصندوق الزماله. الفلوس دي رايحه في جيوبهم. بالنسبه للترقيه تلدا طيب جاي لي شويه حاجات من مصر من المحله. عنب مش تعالى بصيش فيه شويه قماشات حلوه بيضه تنفع جلاليب برضو للبيت وكده. في ده ب 18. ده شراب. لا ده قميص لجوز. ودي وادفعي لي اول الشهر. ادفعي لي مع القبض خلاص بقى مش راجع. وفي بصي ده في بصي بعض الحاجات الداخليه بس دي بقى الوانات ايه شرابات اللي هي الفيليه دي مقاسك لان انت رجلك محفره. يا جماعة شور يعني خلاص ألغي السجق؟ ماشي السجق كنسل. انتوا حرين. هقوم أشوف البص عايز إيه. ها؟ أهو أنت كده بتلعبيها صح. هاي نكست تايم بقى من غير الشراب خالص. ها؟ طلبت لك الكبدة اللي بتحبيها. يلا بقول لك أنا لميت فلوس كتير هنطلب أكل. ها؟ بص بقى يا سيدي الإتش آر هياكلوا مكرونة بالكبدة. الحسابات جايبين فطير من تبستي. احنا جايبين شيش طاووق. ها انا والعيال مش شبراوي وكلنا هناكل سكالانس بعد كده. في ناس جايبين خنزير طبعا بس ما لناش فيه. ها عامل حسابك في ايه؟ جيت اوت. ايه؟ جيت اوت. سوري سمعتها شيش طاووق. انا اسف. بقول لك ايه؟ بما انك طلعت راجل تافه ما تطلعنا رحله نطلع فندق اتاب الاسماعيليه مثلا ولا حاجه تريب يعني زرني يعني ولا نروح القريه الفرعونيه ولا تطلعنا فايد اي حاجه. هات البلبيف والنبي يا ابنك. نو واي. ليه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ خلاص يا شيخ وين ده المدير برضه يعني؟ ها؟
هو هيستعبدنا ولا ايه؟ في ايه؟ انا مش عارف. وبعدين ما تتكلموا انتوا سايبيننا احنا، ده شغل الاتش ار اصلا مش شغلي. ايوه ما تتكلم يا بولاك، ولا قفل لنا بس الباسورد بتاعت الانترنت وخلاص. انا هعلم الراجل ده حاجه. تعلمه ايه؟ حاجه. ايوه ايه هي الحاجه؟ حاجه هي بتتقال كده، هعلمه حاجه. ايوه ايه هي الحاجه؟ هفكر فيها مش عارف دلوقتي. انت كمان سوري. هنطلع رحله، هنطلع رحله. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، خلاص ما يصحش اللي بتعملوه ده. الراجل ما قصرش معانا في حاجه. وشرف سعادتك انا ماليه دعوه بالموضوع ده، انا حتى عامل لهم اهو الليل الاعتصام. So a trip, a V-let. اه تريب 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 تريب. ما حدش بيشتغل وعايزين يطلعوا تريب. No trip. No trip. يبقى نو ورك بقى. No trip نو ورك. معلش. Work is important. First you work and then you can have a trip. No! No! معلش ما احنا شغالين. اوكي اوكي. This week you work and then you can go on a trip. اوكي. شفت سحبته ازاي؟ ده انت وشك. كل واحد في مكانه يا اخواننا والنبي. ها بولاك دفع جو جو. نوفاك دفع جو. حبيب قلبي خش يهبل. كريستينا، كريستينا انت جبتي المايو؟ يس. رضوى ما دفعت، انت رايحه درس حبيبتي والله العظيم. اندرياس، لا اندرياس ما اندرياس ما دفعش، قال هيدفع واحنا طالعين. اندرياس يو بيد؟ يو بيد؟ نو؟ ماشي اوكي جو. او نو 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 جو 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 خالص. امشي. كيت كيت ده لا كيت ما دفعي. كيت يو بيد؟ لا جو بقى مش هينفع. جو ايه يا معلم؟ هدفع لها انا. تعال تعال. اي ويل باي. باي باي. ما تقعديش حد جنبك، انا جاي. انا هقعد انا جنبها. تعبيط ولا ايه؟ يلا يا جماعه نبدا رحلتنا، وقبل ما نبدا رحلتنا لو سمحتوا نقول دعاء السفر عشان ربنا يكرمنا. يلا نبدا نتبسط بقى. تسمعوا مزيكا؟ ياه اوكي. يلا هشام بقى رقصهم بقى. يلا الشمال الجاي. ها رحلة جميلة طبعا. الشمال اللي بعديها. أول شمال. كلنا مبسوطين. ها مبسوطين. يمين بقى ارجع على الشركة. ها شكرا يا اسطى. شكرا. تعبناك معانا معلش. نزلهم بقى. يلا يا اخواننا، يلا يا اخواننا، يلا يلا. الحمد لله على السلامه. اظن اتبسطت الربع ساعه بتاعت الرحله دي جدا. ها كل يوم حد نطلع بقى. ها يا رضوى قافشين ليه يا جماعه؟ احنا ضيعنا يوم شغل اهو عادي يعني. هات الطبله. يلا اهبل. قفشت منهم الفلوس طبعا. طب يلا بينا. شكرا يا اسطى. طبعا افتكر انت بقى. ها اللي انتوا هتكسبوه في شهر من شغلكم في الوظيفه الحكوميه هنا في الشهر العقاري، انتوا تقدروا تعملوه في يوم واحد لو دخلتوا معايا في كيونت. واحد فيكم هيسالني ايه هي كيونت دي يا شومه؟ كيونت دي شجره تري. انت بتخش بتدفع في الاول 22 يورو، ده رقم ثابت كل الناس زي بعض في العالم كله. بتجيب تحت منك اتنين، واحد يمين واحد شمال. كل واحد فيهم بتجيبه بتاخد عليه 5 يورو. عسل عسل. بقول لك
في الواد فهمي هيجيب الاكل من الاوفيس بوي ويجي لنا جوه على مكتبنا. ستوب. يو ار ليت. ليت؟ وانت مال امك حضرتك؟ ليت ايه يا معلم؟ الساعه 10 ونص و5، ايه المشكله يعني؟ انت مين يا عم؟ I'm your new boss. يو بوس؟ بص ازاي؟ امال فين؟ مستر ستيفن فين؟ He was fired because of you. يا مسيرتي يا رب. احنا ما صدقنا. اه خلاص. اي ام هشام. هلو مستر بلير. بلير. مستر بلير. اي ام شي. اي ام شي بلير. بلير. استنى محضر حاجه يا رب بس تليق على بلير. غير فيها شويه تعديلات بسيطه كده. شخبطت سعادتك تامين لمستقبلي والله. بص اسمع دي بقى. نغير الاسم بس. مستر بلير يا مستر بلير. Here and there and everywhere. انت الكفر رمز الخير راجل مجدع راجل فير يلا نسنده يلا نشير. You are fired as well. ليه 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 ليه؟ Go out. Go out ليه يا عم؟ في لو الشارع مش عاجبك حضرتك ممكن نغير فيه اي حاجه. Go out ايه؟ ده انا موظف حكومه. ده انا اشتكيك في مكتب العمل قبلك بالظبط يعني. لا حضرتك احنا مش ما تمسكنيش. انا مش هضربه يا مونيكا. مش هضربه يا جماعه. يا مارتن وعدك بايه يا مارتن؟ وعدك بايه؟ تعالي ماشي خلاص يا جماعه. انا اروح مع الاتش ار معرفش عايزين ايه. اترفدنا ولا ايه؟ خلاص اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي ليف مي ليف مي اوكي ليتس وان تو. انا اسف جدا وهتكلم مع حضرتك كلمتين وانا كده كده مرفوض. كام وذ مي. اسالك سؤالين يعني بما انك مدير كده. مبسوط بشغلانه الاوفيس بوي اللي انت بتشتغلها؟ لا مش مبسوط. عايز اسالك بما ان انت مدير يعني ده بيديك الحق ان انت تيجي متاخر في اي وقت؟ بتتعمد ان انت تتاخر على الاجتماعات عشان تبان مهم؟ بقول لك ايه بما انك اتش ار بتجيبوا حلاوه المولد للموظفين؟ بتعتبر نفسك عصفوره المكتب يعني بتنقل اسرار الموظفين وتروح تقول للمدير ولا في عصفوره غيرك في المكتب؟ بتاكلي من الشركه لقرايبك اجندات ونتائج في راس السنه؟ احيانا اكيد بيتفاجئوا لما بجيب لهم حاجه. عادي يعني الموضوع ده بتضربني زي عندنا يعني. طب انت معين مين من قرايبك في الشركه عندك؟ هو ليه اللي بيشتغل في الاتش ار لازم يكون جديد؟ لما حد من الموظفين بينادلك بينادلك باسمك ولا بيقول لك خد يلا تعالى؟ بينادوني باسمي. محدش بيقول لي يا ولا. لو عندك موظف شاطر بتكسر مقاديفه ازاي؟ لما جبت الكولدير ميه في الشركه ده كان اكبر انجاز الاتش ار عمله عندكم؟ هل انت مجند الاوفيس بوي يجيب لك اخبار الموظفين؟ هل لما حد بيسالك بتشتغل ايه بتقولي اتش ار عشان بتستعر تقولي ان انت شؤون عاملين؟ لا بقول اتش ار. طب عمرك ما عملت قهوه لحد وقام مزعق لك قال لك القهوه دي من غير وش؟ فيسلس يعني؟ ازاي يعني من غير وش؟ هل بتشتركوا الموظفين في شركات تامين رخيصه والمديرين في شركات غاليه وتبقى شامله الاسنان كمان؟ طب والسكرتيره وضعها معاك ايه؟ تمام. انا قصدي السكرتيره وضعها معاك ايه؟ انت فاهمني كويس ما تستعبطش. هل عندكم برضه لما حد بيجي يعمل معاك انترفيو بتحاولي تحسسيه ان هو مش فاهم اي حاجه خالص؟ لو الشاب صريح بساعده. لو مش صريح مش هساعده اكيد. لما جيت اتجوز عملت زفتك في عربيه الشركه؟ لا انا استخدمت عربيتي احسن من عربيه الشغل. انت عندك عربيه؟ نعم انا. اه عندي. لما بتطلع مأمورية تبع الشغل بتضرب وراها يومين ثلاثة اجازة كده؟ يعني لو احتجت اجازة ممكن اخد لي يومين اجازة. طب ومين من اصحابك الدكاترة اللي مكلف يكتب لك الشهادات المرضية؟ هل لما بيجوا بتوع التأمينات بتخبوا الموظفين؟ عشان مفيش تأمين عليهم. النكت اللي انت بتقولها للموظفين عندك الضحك عليها اجباري ولا اختياري؟ اكو كده يلا. لا اكيد الضحك مش بالعافية. هل انت لما ترقيت وبقيت مدير شبعت؟ كانت ايام سوده. اكيد كانت ايام سوده يا راجل. لو في دوره رمضانيه في الشركه وبتلعب مع المدير في نفس الفرقه لو جبت بصيله بتقول له اتفضل سعادتك يا فندم؟ ليك حمام لوحدك بمفتاح ولا بتخش نفس الحمام اللي بيدخله الموظفين؟ كانك انت بتعمل حاجه غير اللي بيعملها الموظفين يعني. ماشي يا عم بلير شكر جدا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا. طيب بتحك مع الموظفين في الجواكت والبلوفرات القديمه؟ انت كده لا ذوقهم ما بيعجبنيش. طيب قوم اعمل لي حاجه اشربها يلا. قوم. ممكن اسالك السؤال اللي الاتش ار حير بيه الناس كلها بتعمل انترفيوهات؟ شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ فهمتي بقى؟ فهمتي ان هو سؤال محير وملوش اي معنى؟ اتكلي على الله الاتوبيس بتاعك جه.
خدي بالك انت يا ابصه قصير اللي هيتحرشوا بيك. لا كره ال اوف سايد، اتفرج عليها تاني هتلاقي ايفونا وعلي جبر على خط واحد. اه قدامك يوتيوب، افتح اليوتيوب. طيب هو اصلا كان مصاحب بنت اسمها عبير، بنت شمال كده، والبنت دي هي اللي هدت حيله. ثواني يا حاج ابقى معاك، ثواني هبقى معاك. مين شافهم بقى؟ جوزها الاولاني. جوزها الاولاني دوت اسمه هواري، مختل عقليا وبياخد علاج. اه بس ما توترناش يا باشا لو سمحت، لو سمحت ما توترناش. بصيبة يا باشا. اه بليز بليز. فرقة حلوة بقى؟ شيل والله. أنا مستني أوصل يكون أهلاً باشا لو سمحت، لو سمحت. نفس الجزء ده متاخد من فيلم أصلاً بتاع شادية وشمال الكناوي، بس فيلم برضه حلو. بس ثواني يا حاج بتكلم في التليفون. طب بقول لك إيه، عشان أنا معطل الناس هنا. ماشي؟ سلام. استلام ثلاث سنين ها؟ Excuse me. I'm on the phone. On the phone. I'm on the phone. انا اعرف اعمل شغلي كويس، انت مش هتعلمني اعمل شغلي. انا موظف حكومة. اقف في الصف. تقف في الصف لحد ما اخلص. ايوه. باسبور كوبي. باسبور كوبي and come back. معلش عطلتكم. الو اسبانيا. الو. والولاد ايه؟ زي والله انت انا شايفها. انا شايف شايف مدير. ها انت بتخوفني. دي سي شايف. ايوه انا قلت لك انت ورقك ناقص. ما دي فامي فينو. ما دي بيبرز ميسنج. انا موظف حكومه. زي والله انت مش ماليش مدير. براحتي انا ممكن اقعدك للصبح. ولا كلمه ولا كلمه. اوف طابور اون ذا لاين. هات يا عسل انت. انت عسل انت والله العظيم. اه ده ورقك فل اهو. اهو يا سيدي اهو اهو. يلا يلا. لا والله سأوبا دون سي روبوتي زابو لا ميتو شيفا. طب ايه ايه اوكي اوكي اوكي. اصلي دي بري و هتكفر هتكفر ما صليش. سأوبا بس تشوفك زابو لا تيريكي. اصلي وارجع لك. بيريز يور شيف. هلم الهدوم والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقوله ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. يسافر وفاكر هتفتح حينك تاخد صحابك وحلمك معاك، ومامتك واختك خالتك وقطك، هينفع تسيب اللي حبك وراك. هسافر واجرب بتكتب بتهرب، ما يمكن هتضرب ما تسأل مجرب. انا جبت اخري يا واد لسه بدري، ما توجعش راسي وليه تباتي. وايه اللي فيها ده؟ فيها وفيها بطالة ومشاكل، ده بجني بتاكل. وفكرك هينفع ده؟ ينفع وينفع. انا نفسي تسمع وانا نفسي ترجع. ده فيك يا بلدي اللي مش عند حد، ده فاوز تعيلة ومشان بجد. هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد. وفنداني تسمع يا عيني يا ليل. يا ليل يا بلدي بحبك بناسك وأهلك، وحقك عليا أرد الجميل.